بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. إحنا طبعا يمكن مساء أمس حتى ساعات الليل شهدت محافظة الإسكندرية وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري زي البحيرة وكفر الشيخ وأيضا كمان بعض المناطق من محافظة مطروح أمطار متوسطة ورعدية في مجملها، ويمكن كانت غزيرة في بعض الأماكن واستمرت خلال فترات الليل، وكان ده طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية. اليوم متوقع أن كميات الأمطار تقل عن الأمس وتتحول لأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الموجودة في سواحلنا الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، كمان محافظات شمال الوجه البحري زي شمال البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، بالإضافة كمان لبعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر زي حلايب شلاتين مرسى علم. لكن مجمل أمطار اليوم بإذن الله مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية، وهتكون على فترات متقطعة من اليوم. بالإضافة كمان متوقع اليوم استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة عظمى على القاهرة الكبرى. فترة النهار هتكون 22 درجة مئوية، وهنحس بالأجواء الخريفية، يعني هي أجواء خريفية أشبه أكثر بالأجواء الشتوية اللطيفة تماما خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، محافظات شمال الصعيد، أجواء معتدلة تماما على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده بيكون أكثر كمان في فترة الظهيرة مع وجود شدة للإشعاع الشمسي، فور غياب أشعة الشمس وصلنا في فترات الليل. طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن هيكون في مزيد من الإحساس بالبرودة ومزيد من الإحساس بانخفاض قيم درجات الحرارة، وخاصة ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، لأن متوقع أن الصغرى فترة الليل تكون ما بين 13 إلى 14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. المدن الجديدة الأماكن المفتوحة بشكل كبير بتحس كمان بالبرودة أكتر من المناطق الداخلية. طيب هو الانخفاض في درجات الحرارة ده طبيعي في الوقت ده من السنة؟ هو طبيعي جدا، لأن احنا خلاص بنقترب من بدايات فصل الشتاء، ويفصلنا عن فصل الشتاء تقريبا أسبوع أو أسبوعين بالكثير، 21 ديسمبر، فده طبيعي إن احنا نشوف انخفاضات في قيم درجات الحرارة، ونشوف كمان خلال الأيام اللي جاية مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، فترات النهار وفترات الليل، نشوف بعض حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية أو وجود المنخفضات الجوية اللي بيبقى معاها أمطار موجودة بشكل كبير على شمال البلاد. يمكن كمان اليوم احنا بنقول درجات الحراره منخفضه خلال فترات الليل، وده متوقع ان هو يستمر معانا على مدار هذا الاسبوع كله، يعني احنا متوقعين ان العظمى فتره النهار تكون على القاهره الكبرى بتتراوح ما بين 21 الى 23 درجه مئويه خلال فتره النهار على مدار هذا الاسبوع، فترات الليل ما بين 13 الى 14 درجه مئويه، فهنحس ان مزيد من البروده ومزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، خاصة إنه متوقع مع يوم الاثنين اللي جاي يكون في حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، منخفض جوي متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا، ومنخفض سطحي على سطح البحر المتوسط، هيكون في أمطار متفاوتة الشدة ورعدية على محافظات شمال البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. يمكن كمان متوقع إن ذروة الحالة تكون الثلاث والأمطار تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى. يمكن الفترة دي بتبقى فترة انتقالية بيحصل فيها تقلبات جوية حادة وسريعة، فمهم جدا ان احنا نتابع النشرات الجوية بصورة يومية، لان وارد جدا يحصل تغير في الحالة الجوية من يوم للتاني. نوعية الملابس في الفترة دي مهمة جدا، الملابس الشتوية واستحب جاكيت كمان عند الخروج فترات الصباح الباكر او ساعات الليل المتأخر. هيكون في نشاط للرياح هيزود احساسنا ببروده الطقس وانخفاض قيم درجات الحراره مع حاله عدم الاستقرار الاثنين والثلاثه، لازم ناخد بالنا المحافظات المعنيه اكثر بسقوط الامطار، وخاصه في السواحل الشماليه او سيناء او خليج السويس وخليج العقبه، لازم مع سقوط الامطار نبتعد تماما عن اعمده الاناره، اكشاف الكهرباء، الواح الاعانات المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهلكه، وكمان تكون القياده بهدوء تام،
يمكن كثافه الشبوره المائيه خلال الايام دي قلت تماما عن اللي احنا شفناها بالفعل الايام الماضيه، وهتستمر معانا كده. شبوره مائيه ممكن تكون يعني تاثر بانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، لكن مش هتكون ضبابيه او يعني هتاثر على حركه المرور بشكل كبير. بشكرك فنيه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 22 والصغرى 13، العاصمه الاداريه 22 12، اسكندريه 22 13، العلمين الجديده 23 14، مطروح 21 12، دمياط 22 14، بورسعيد 23 13، الاسماعيليه 23 13. السويس العظمى فيها 23 والصغرى 13، العريش 22 12، كاترين 18 4، طابة 20 13، حلايب 26 21، شلاتين 27 21، شرم الشيخ 26 18، الغردقة 25 17. الفيوم العظمى فيها 21 والصغرى 12، بني سويف 22 11، الوادي الجديد 25 9، أسيوط 23 9، سوهاج 23 12، قنا 24 13، الأقصر 25 12، وأخيرا أسوان العظمى فيها 26 والصغرى 13. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لشاذلي ومنا نكمل معهم فقراتنا. شكرا لكلامك.